السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لالا أمينة صباح النور. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف لالا لاباس عليك بخير؟ الله يسلمك لالا بارك الله فيك. الحمد لله. مرحبا بك لالا أمينة مرحبا. هذاك أخويا إدغار الزعيم معايا حيت أنا ما كنشوفش بزاف وستا كيتحركوا ليا العينين ديالي. أها. قلت لك بيت الزعيم معايا حيت ما كنشوفش بزاف وكيتحركوا ليا العينين ديالي شوية. واش شفتي الطبيبة لالا أمينة؟ نعم. واش شفتي الطبيب على هذا المشكل اللي عندك ديال العينين؟ راه الطبيب ديال العينين اللي راه دوزت ولكن انا كنت صغيره اللي ولاو ليا عرفت علاش تيتحركوا. و يعني واش انت مشيتي عند واحد الطبيب اللي هو اختصاصي وما وباقي عندك نفس المشكل يعني ما قال لك لا عندك لا عمليه ولا حتى شي حاجه نهائيا؟ لا راه درت هيا اللي في الولاد اللي راه ما كيتحركوش العمليه ديال الزلاله. اها. اي خرجوا لي المضاد وبقيت نديرهم يد اللي فاتتني الصغيره ما ولفتهمش يد اللي فاتتني الصغيره حيدتهم. ديك الساعات كيتحركوا لي. ولكن لالا امين راه الا خرجوا لك المضاد راه خصك ديري نظر ضروري خصك ديري نظر. دابا غالبا هذوك العضلات ديال العين عندك عياو ف يعني درتي العمليه ربما هما زيروا لك هذوك العضلات وفي نفس الوقت يعني ركبوا لك عطاوك هذوك العدسات اللي خصك تستعمليهم. فكان الاولى انك تستعمليهم لالا امينه راهي واحد المده وغتولفيهم راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه راه اي واحد كيدير نظر في الاول راه ما تيولفهمش ولكن كيصبر ومن بعد تولي كيولفهم تيجيو عادي كيديروا لك دابا الدوخه كيضروا لك في راسك كيديروا لك الدوخه ويضروا لك في راسك ياك. لا ما تيديرش ليا الدوخه غير كيتحركوا ولكن الراس كان ياد اللي كيضرني دابا حيت درت ليا ديال الرقيه برا. الحمد لله برا لك راسك ملي درتي الرقيه. راه قالوا لي راه واحد الطبيب قال لي راه ماشي راه تشيور هذاك. واخا دابا انت تبعتي الرقيه. اي درت على هذا اللي واحد شحال هذه قال لي راه داك الشيء راه واخا ها هو الراس الحمد لله دابا برا بقاو العوينات. شوفي لالا امينه انا غادي نقول لك واحد القضيه. اول حاجه غادي تمشي عند الطبيب ترجعي عند الطبيب قولي ليه راه ما بقي غادي ترجعي ان شاء الله عند الطبيب غتقولي ليه راه ما بقيتش كنستعمل النظاظر وراه رجعت عندي الحاله كيف ما كانت العينين كيتحركوا ياك وفي نفس الوقت ديري الرقيه لالا امينه لان الرقيه راه هي راه شفاء من كل داء راه واخا قال لك الفقير راه التشيار ما تتشيار قول لي راه القران تيليق لجميع الامراض ياك فهمتي لالا. راه دوزت هاد اللي شحال من خطره كيقولوا لي ما غاديش ديري النظاظر حيت راه تيتحركوا لك. يعني قالوا لك ما كاينش امل ما كيبغيوش يديروهم ليا راه بحال واحد اللي مشيت عنده قال لي لا راه كيتحركوا لك ما غاديش ديري النظاظر. وشنو غادي ديري العمليه ولا اش؟ ولا راه العمليه درتها مره الاولى قالوا لي هاد اللي ديرها يعني ما بغيتش نديرها حيت راه خصها يوقع شي حاجه حيت درتها مره الاولى. هما اللي غادي يعرفوا لالا امينه. شوف لالا امينه ما تجتهديش في هذا الشيء غادي تمشي ان شاء الله تعالى داك الشيء اللي قال لك الطبيب غادي ديريه ياك فهمتي لالا امينه ما غاديش نعرفوا حنا اكثر من الطبيب. الا قال لك الطبيب ديري العمليه ديريها قال لك ما ديريهاش ما ديريهاش حيت هو كون كانت هذه العمليه عليها شي خطر عليك انتيا راه كون قالوا لك راك عندك واحد نسبه الخطوره هكا وهكا وهكا قال لك طبيب ديري العمليه ديري العمليه. هذه الامر الاول. الامر الثاني هو مزيان ديري الرقيه لالا امينه فهمتيني مزيان ديري الرقيه ان شاء الله تعالى ودائما الانسان يستعن بالله تعالى. الدعاء راه سلاح. الدعاء قاهر الاقدار الدعاء لا يرد القدر الا الدعاء. انسان يدعي يطلب الله تعالى سبحانه وتعالى فهمتي لالا امينه. فاسال الله تعالى اسال الله عز وجل ان يشفيك لالا امينه شفاء لا يغادر سقما. اسال الله تعالى باسمه العظيم وسلطانه القديم اساله تعالى بقدرته التي شفى بها ايوب بعد الابتلاء اسال الله تعالى ان لا يبقي لك هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا مرضا ولا سقما الا فرجه عنك يا ذا الجلال والاكرام. يا رب العالمين لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارزقها العافيه. اللهم ارزقها العافيه في حبيبتيها وفي كريمتيها. يا رب انك انت
وصفت العينين بأنهما حبيبتان وبأنهما كريمتان، فلذلك يا رب العالمين لا تحرمها العافية في عينيها، يا رب لا تحرمها الصحة في عينيها، يا رب ارزقها سلامة العينين وسلامة البصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نورها بعينيها، اللهم ارزقها يا رب العالمين نورا في العين وكذلك نورا في القلب. أسأل الله تعالى أن يشفيك للا أمينة، أسأل الله عز وجل أن يعافيك، أسأل الله تعالى أن يطهر جسدك من المرض، فهو القادر على كل شيء، هو القادر على أن يشفي عينيك وأن يردهما سليمتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله على نفسك، بسم الله على روحك، بسم الله على عينيك، بسم الله على عينيك، بسم الله على رأسك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفها وعافها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم حافظا لها من بين يديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها ومن تحتها. اللهم باعد بينها وبين المرض كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.